أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. في طليعة شهر رجب الأصب والأشهر الثلاثة الفضيلة في بدايات هذه الأيام المباركة التي تعتبر احتفالات إلهية كبرى، أفضل أيام السنة في هذه الأشهر الثلاثة الفضيلة. نعم الله تبارك وتعالى تفيض بعباده، آلاء الله تعالى في هذه الأيام تتجاوز حد الاستيعاب. هذه القضية لها جانب مشرق وضاء جميل مؤمل، هذه الرحمة الإلهية في هذه الأيام، وفي نفس الوقت له جانب مشين، له جانب كارثي. هاي النعمة الإلهية التي تنهال على البشر في هذه الأيام، صحيح أنها نعمة، لكن إذا لم يتم استيعاب النعمة تتحول النعمة إلى نقمة. كل نعمة إذا كانت موفورة جدا ولم يتمكن الإنسان من التكيف معها، استيعابها، لم يتمكن من تصريفها، تتحول هذه النعمة الحيوية إلى طاقة فتاكة بكل شيء. هذا الجانب المرعب في القضية. هذه الأيام تنهال على البشرية من الرحمة الإلهية بما لا يعد ولا يحصى. هذا شهر الله الأصب. أصب ينصب من رحمة الله الشيء الكثير. إذا الإنسان ما تمكن من استيعاب هذه الرحمة، هذا الفيضان الإلهي من الرحمة، تتحول العياذ بالله إلى نقمة. لاحظوا هذه الأمطار الغزيرة، المطر نعمة، نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى. اللي قبل كم شهر كانت في هذه الديار، كيف تحولت هطول الأمطار، كيف تحول إلى نقمة عارمة تسببت بفتك الوضع الاجتماعي. النعمة الإلهية إذا لم يتمكن الإنسان من استيعابها، من التكيف معها، من تصريفها، تتحول إلى نقمة.
المواد الحيوية في الجسم، هذا الحديد، الأملاح، البوتاسيوم، الكالسيوم، هاي المواد الحيوية اللي هي قوام الحياة بها، إذا لم يتم تصريفها، مثل السكر، السكر إذا لم يتم تصريفه يتحول إلى أشد العوامل الفتاكة في الجسم، تقتل الإنسان هذه المواد الحيوية. التراكم للمواد الحيوية أكبر عامل فاتك يفتك بالإنسان، التراكم المواد الحيوية بشرط أن يتم تصريفها، تكيفها، تفاعلها، تتحول إلى حياة للإنسان. لكن التراكم هذه الغرغرينة، العياذ بالله، ليش تحصل غرغرينة؟ لاحظوا في القدم باعتبار أنه آخر منطقة يستولي عليها القلب، يحصل تخزين في شنو؟ في السكر. هذا التخزين، هذا السكر اللي من أهم المواد الحيوية، تدرون يعيش الدماغ بالسكر، أصلا يتغذى بالسكر، يتحول شنو؟ إلى منطقة تعيث فيها البكتيريا والتعفن، فليصير يتحول إلى منطقة خطيرة، يضطر الإنسان أن يبتر هذه المنطقة. المواد الحيوية هي نعمة كبيرة، ولكن في نفس الوقت كارثة. المواد الحيوية كارثة، إذا لم يتم تصريفها تتحول إلى كارثة. هذه النعمة الهائلة التي تنزل في هذه الأيام، هذا الشهر الأصب، سمي بالأصب، وهذه الأشهر الفضيلة، هذه النعمة تحتاج إلى استيعاب، تحتاج إلى تكيف، تحتاج إلى تعامل من نوع جديد. إذا لم يتم التعامل مع هذا الاحتفالات الإلهية الكبرى، إذا لم يتغير الإنسان يريد أن يتعاطى مع هذا الخير النازل بنفس الطريقة التي كان يتعاملها في أيام السنة، فإنها تتحول إلى كارثة. الأمة معرضة لنكبة اسمها نكبة شهر رجب، هاي نكبة، احنا منكوبين بهذا اللحاظ. هي رحمة واسعة بلا حدود، الفضائل الإلهية نازلة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرحوا شنو؟ يعني المادة الإلهية، الرحمة الإلهية هواية أفضل من هذه النعمة المادية الزوالة. خير مما يجمعون، الفضل الإلهي يحتاج إلى فرح، بس كيف؟ لأنه يعني في قبال أن لا يحصل فرح بالمادة الزوالة، الدنيا، النعم الدنيا الزوالة التافهة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في نفس الوقت الإنسان لازم لا يفرح، حقيقة مصيبة هذه، هي فرح بلحاظ أنها تفوق هذه المواد الزوالة حقيقة في الدنيا، أما في نفس الوقت الإنسان لازم يحزن أنه كيف يلملم هذا الخير الهائل، ما يمكن لملمة هذا الخير الهائل بهذه الطريقة المتعجرفة في الإنسان. إذا ما تمكننا أن نلملم، تدرون شنو أهون ما يصيب الإنسان من هذا الخير الهائل؟ غير المستوعب، غير المتكيف، أهون ما يصيب من بلاء قسوة القلب. وقسوة القلب ليس بالشيء الهين. القرآن، شوفوا هذه الآية تتحدث عن هذا الأمر، فطال عليهم الأمد، النعمة عندما تستطال، تستدام، عندما تتحجم، يحصل فيها حجم هائل، فقست قلوبكم، قلوبهم، شوفوا، والقسوة
أول يوم من شهر رجب يوم ميلاد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله عليه، قال الإمام الباقر: أسوأ ما يضرب، نص الحديث هذا عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. عندما يتوجه رب العالمين إلى الإنسان، وعندما يغفل الإنسان عن هذا التوجه، شنو نتيجة؟ أهون ما يصيب الإنسان قلبه يصير قاسي، العياذ بالله. أسوأ ما يصيب الإنسان أنه يتحول إلى مقت الله تبارك وتعالى، إلى غضب الله تبارك وتعالى. هذا الإصطلاح القرآن يتحدث عنه بالإعراض. إذا هناك أكو أمر جسيم، أكو أمر خطير جدا، والإنسان لا يهتم بذلك الأمر بحجم جسامته وخطورته، هذا عدم الاهتمام يعتبر إهمال من الإنسان. الإهمال العياذ بالله يستجلب مقت الله تبارك وتعالى. المصيبة شنو؟ حجم الفضل الإلهي جدا كبير، هذا الحجم الهائل، هذا النوع المتواتر من حجم من فضل رب العالمين، هذه السعة من فضل رب العالمين، وين نقدر إحنا نستوعبها بهذه الطريقة البائسة فينا؟ كل حياتنا ذهول، كلها انشغالات بالدنيا، وين نقدر نلتفت إلى شيء بسيط حتى من هذه الرحمة اللي في هذه الأشهر الفضيلة تنزل؟ هذه كارثة، هذه هاي نكبة، هذه بعبارة أخرى، نحن في هذه الأشهر الثلاثة أمة منكوبة، إحنا متعرضين لمخاطر كبيرة. هذا أمر يثير القلق، لا يثير القلق؟ هل التفات الإلهي الهائل، هذه العنايات اللي نازلة، ألا تثير القلق في الإنسان؟ ماكو قلق، الحمد لله رب العالمين، بس فرح، نعم بلا شك، فبذلك فليفرحوا. ولكن لازم الإنسان يقلق تجاه ماذا؟ تجاه استيعاب شيء بسيط من هذه الرحمة. إذا ما استوعب تتحول هذه الرحمة إلى شنو؟ لأنها تكون بسبب إهمال العبد، تغافل العبد. العبد عندما يتغافل رحمة رب العالمين، هذا شيء زين؟ هذه كارثة، كارثة بلا حدود. وبعدين كيف يقدر الإنسان يستوعب هالكم الهائل؟ إذا لا يتمكن من استيعاب التكيف، صحيح، احتضان رحمة رب العالمين، لا أقل شوية يغير، شوية يغير حتى يستوعب شيئا قليلا من، حتى لا يكون على كل حال مهملا لكل الرحمة النازلة. تحتاج إلى تغيير حياة، لازم نغير من حياتنا في هذه الأشهر، أسلوبنا لازم يتغير، طريقتنا في التعامل مع المعنويات لازم تتغير، تعاطينا مع هذه المفاهيم، هاي الروايات لازم تتغير، حتى شنو؟ حتى يكون لا أقل الإنسان يكون له شيء من الاستعداد لشنو؟ لاستيعاب ولو شيء قليل من هذا الفيض الإلهي الهائل. حقيقة قضية خطيرة، إحنا يدخل علينا شهر رجب ما يحدث فينا أبسط تغيير في طريقة تفكيرنا، في طريقة سلوكنا، في صلواتنا، في معنوياتنا، في التفاتنا، هذه كارثة، هذه كارثة. أسميها كارثة الوفرة. لما يحصل وفور، غزارة، لما تحصل فيضانات رحمة إلهية، هذه تصير كارثة. الوفرة تكون كارثة، تخلق مصيبة، هذه المصيبة يحتاج إلى الالتفات إليها. لازم نغير من، أولا لاحظوا ثلاثة أمور، ها
هذه عوامل التغيير، هذه عوامل التغيير، حتى شنو العياذ بالله لا يصيبنا غرغرينة رجب. شهر رجب بيها غرغرينة العياذ بالله، العياذ بالله ينبتر الإنسان. وشنو ينبتر؟ معنوياته تتحول نقمة. يعني الإنسان العياذ بالله في شهر رجب يبتعد عن رحمة رب العالمين. ليش؟ لأنه في وسط كرنفالات رب العالمين. كلمة كرنفال ما أريد أستعملها حقيقة، هي كلمة تدرون دينية أساساً، الكاثوليك على كل والأرثوذكس كانوا يستعملون هاي الكلمة. على كل حال البروتستانت كانوا يرفضون هذه الاحتفالات في الدين المسيحي، احتفالات بعدين شيئا فشيئا فقدت طابعها الحقيقي، تحولت إلى احتفالات علمانية. الآن في العالم الغربي يقيمون احتفالات يسموها كرنفالات. هاي الكلمة ما أريد أستعملها لأنه على كل حال فقدت الطابع الديني لها، ولو هي في المسيحية كانت احتفالات. هذه الاحتفالات الإنسان في أوج احتفالات اللي رب العالمين يعتبرها احتفالات لاهي لاهي بالدنيا، هذا العياذ بالله تجي سطرة العياذ بالله أقل شيء أهون شيء فقست قلوبكم. فطالة النعمة لما تطول تتحجم تتضخم النعمة شنو تسوي؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون العياذ بالله. الإنسان في رجب يتعرض لمعاصي رب العالمين أكثر من الأشهر الأخرى. ليش؟ لأنه الرحمة الإلهية النازلة تلجئه إلى معصية رب العالمين. في رجب المشاكل أكثر، المعارك العائلية أكثر، الهفوات الزلات المعاصي أكثر. كارثة، هذه هاي كارثة. هاي ليش؟ لأنه ماكو تكيف، ماكو تهيؤ، ماكو استيعاب. ثلاثة أشياء. أولا شهر رجب، هذه الأشهر الثلاثة نعتبرها شنو؟ عيد. هو هذا الاعتبار مو فقط مرور الكرام، لا صدق. شايفين العيد الوطني هاي كم يوم قبل عيد التحرير؟ خلي نقيم نسمي نحدد موعد زماني لشنو؟ عيد التحرير من إبليس. عيد الوطني استقلال الإنسان من إبليس. هذه الأشهر نحدد موعد زمان أن الإنسان يتحرر من إبليس، ومو بس يحدد، يقيم احتفالات أني متحرر من إبليس، أنا استقليت. عيد الاستقلال هم يعتبر هم يحدد، وفي نفس الوقت حقيقة يقيم احتفالات. هذه لها تأثير جميل على اللاوعي الإنساني. هي هاي الاحتفالات، احتفل بشهر رجب، احتفل بهذا الفيض الإلهي، هاي الرحمة الموصولة اللي تنهال. احتفل احتفل افرح، فبذلك فليفرحوا. هو هذا الفرح يعطي انطباع جدا جميل في عبودية الإنسان لله تعالى. إلهي أنا تحررت، هذا عيد تحريري، أنا استقليت، عيد استقلال عن إبليس وزمرة إبليس ببركتك إلهي. هو هذا الالتفات، هو هذا الالتفات. جميل، هذه المقدمة الأولى. كن فرحا بماذا؟ بأني في هذه الأشهر الفضيلة إبليس مقيد. إلهي رب العالمين أنا تحررت وصرت عبد لك. هو هذا مفهوم، هذا فد مفهوم إذا يختلج في البال بشكل متكرر حقيقة يحمي الإنسان. إبليس في القرآن الكريم أكو يوم القيامة يقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يوم القيامة إبليس يكشف الخطة اللي كان عن طريقها يغوينا يقص علينا. يوم القيامة بعد ما حاجة ما عادت الحاجة تكون، يقوم يكشف هاي الخطة، يقول شوف شوف إن هالشكل كنت أقص عليك، أضحك عليك، أغويك. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. عتيد يعني متقن منضبط. شنو هاي الخطة؟ الله تبارك وتعالى كاشفها هنانا، بس إحنا شنو ما نتابع. الله كاشف خطة إبليس قبل ما إنسان يدرك ذاك الصوب،
خلي ندركها هني، كاشفها. عندما تجتمع المواد الحيوية هنالك يتم شنو؟ إبليس يجي. هناك النعمة تتحول إلى قساوة قلب. قساوة القلب قال صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب. علامة الإنسان قلبه يصير قاسي، فورا يستفحل إبليس. هذا ما لدي عديد. شوفوا الآيات، آيات عديدة، أكو 10 آيات أكو في هذا المضمون، أنه بس يحصل قسوة قلب رأسا يبلش منو؟ إبليس. إبليس شلون يستولي علينا؟ شلون يضحك علينا؟ هاي طريقة. بالك بالك، دير بالك لا يحصل عندك قساوة قلب، هذا جدا خطير. بس يصير تراكم، تتحول هذا التراكمات إلى قساوة قلب. أقرأ لكم شم آية: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شوفوا قست قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. شوفوا إبليس ملعون وين يجي؟ الغريغرينة وين تصير؟ عندما تصير وفرة سكر في القدم، في الأصابع. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلب لمن يقسى هالشكل. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، قست قلوبهم، قست قلوبكم أو أشد قسوة. هذه مسألة. الموضوع الأول أن الإنسان يحدد موعد، يحدد موعد ويحتفل بهذا الموعد. هو هذا الاحتفال كفيل بأن الإنسان ينضبط شوية. يحتفل بشنو؟ أنني حصلت العبودية خالصة لله، تحررت من عبودية إبليس. هو هذا واحد. الشيء الثاني، نحتاج إلى تطوير مهارات بهذه الطريقة البائسة القديمة. ما نقدر نستوعب هذا الكم الهائل من رحمة الله. لازم شوية نطور مهارات، مهاراتنا في الاستيعاب، نتعامل بتعامل محترف. شوية رقي نفسك، لا تتعامل مع هاي الرحمة بالطريقة القديمة، شوية طور نفسك. نحتاج إلى أساليب جديدة، نحتاج إلى عبارات جديدة، نحتاج إلى مضامين جديدة. الكلمة إلهي ارحمني، إلهي رحمتك، هذه كلمة تستوعب الرحمة الإلهية. بس عندما تكون الرحمة جسيمة جدا، إلهي رحمتك ما يفيد بعد. لازم ترقي نفسك. الإنسان إذا يريد يستوعب مثلا هاي التكنولوجيا اللي موجودة في عالم اليوم، يحتاج أن شوي يطور مهارته، ولا ما يتمكن يستعمل يستفيد حتى تلفون نقال عادي. إذا كانت النعمة موفورة وكانت راقية جسيمة، لازم ترقي مهارتك في الدعاء. لا تبقى على الكيفية السابقة الماضية، احكي مع الله حكي نوع ثاني. رقي الكلمات، رقي المفاهيم، استجلب رحمة الله بطريقة مختلفة، مو هاي الطريقة القديمة. نحتاج احنا في شهر رجب شوية نعدل بكلماتنا. لاحظوا في أدعية رجب بالخصوص الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الواردة، الأدعية واردة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على كل أدعية جدا جدا راقية، فيها مفاهيم حقيقة تختلف عن بقية، هي نفس شهر رجب تختلف عن بقية السنة، مفاهيم جدا عميقة تثول حقيقة، تثول الإنسان. تدري لما تحكي مع الله بهذه اللغة، بهذه اللغة الراقية، تدري شو يصير؟ رحمة الله تنزل. هذه الرحمة الواسعة تقدر تستوعب شيء منها عندما تتحدث مع الله، مع رب العالمين، مع مصدر الفيض بكلمات قوية جدا قوية. راجعوا العبارات في الصحيفة السجادية: إلهي لا ينجيني منك إلا التضرع إليك. شوفوا التعبير مرعب حقيقة. لا ينجيني منك، أنا شلون أقدر أن
أفلت منك، إلا التضرع إليك، هذا اللي نجيني، إلا التضرع إليك. في الصحيفة السجادية التضرع ينجي الإنسان إذا كانت نعمة هائلة، يحتاج إلى تضرع مختلف، كيفية مختلفة. العنوان الثالث في هذا الظرف الإلهي يحتاج استعمال بعض الحركات. بعد اللسان يمكن لا يبلغ المدى، شوفوا في لاحظوا في المجالات الحساسة جدا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يمارسون أسلوب عملي في الدعاء، مو فقط رفع يد، لا، طريقة استثنائية يمارسوها. شهر رجب يحتاج إلى ممارسات استثنائية. يقول شفت الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الموقف، روايات متعددة أكو في إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، روايات متعددة أنه في الموقف شفت الإمام من أول الموقف إلى آخر الوقف، يعني عرفه، كان ماد بإيده إلى أقصى مد في كل هاي الفترة. يقول فما وجدت شخصا أقدر على هذه الحالة منه. شوف هاي الحالة شلون، هاي حالة سلوك، هذا مجال سلوكي، لازم نغير من سلوكنا، طريقتنا تتغير. يقول شفت الإمام زين العابدين أيضا في الوقف، في رواية ثانية في إقبال الأعمال، يقول كان ماسك إحرامه كذي، هاي مجاميع إحرامه كذي ماسكه عدل ويساحبها إلى السماء، وبسبابته يقول هذه، يخاطب الله، شوفوا سلوك، شوف هذه رمتي بما جنيت، رمة يعني العظام البالية، شوف هذا السلوك، هاي حركة. شايفين في دعاء رجب شلون الإنسان يمسك بلحيته ويحرك سبابته، يا من أرجوه لكل خير، شوفوا هذا خاص برجب، وآمن وسخطه من كل شر، يا من يعطي الكثير شنو بالقليل، بعدين شنو يا ذا الجلال، يمسك، مستحب أن الإنسان يقبض بكريمته ويحرك يجود بسبابته، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي. شوفوا هذا السلوك، هذا مو بس دعاء، هذا تطوير سلوكي. الإنسان لازم يتصرف تصرفات سلوكية حتى يقدر يستوعب ولو شيء بسيط. يحتاج إلى الإنسان عندما يمسك بلحيته، تدري شنو؟ هذا تصرف جدا رهيب والله، هاي كريمة الله مكرمها، تدري هذه تستنزل رحمة الله، هذه تستوعب شيء كبير، هذه الحركة شوف، وهذه حركة الأصبع، هذه في الروايات في شهر رجب بالخصوص أكو، وشايفين من الأدعية المسلمة الواردة المؤكد عليها في شهر رجب أنه في كل يوم صباحا ومساء بعد كل صلاة تمسك بلحيتك وتقول إلهي حرم شيبتي على النار. هذه الحركة، هذا خاص بشهر رجب، هذا الثالث. الثاني تطوير كلمات، الثالث تطوير سلوك، تصرفات، سوي فت شغلات، حركات سويها حتى شنو تظهر منك عمق الجزع إلى الله، هذا يخليك تشتمل شيء من هذه الرحمة الهائلة اللي تنزل في شهر رجب بالخصوص. طاووس اليماني يقول، الرواية معروفة، يقول شفت الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في شهر رجب في الحجر، حجر إسماعيل، يقول شفته يصلي رأسا، ركضت حتى أتبعه أشوفه شي يسوي، كان في شهر رجب، يقول في شهر رجب شفته يقول كلمات وهو سجلها، طاووس اليماني يسجلها ويتصرف تصرفات عجيبة. يقول في العام القادم أيضا شفته في الكوفة، في مسجد الكوفة، خليت نظري عليه فرأيته قال نفس الكلمات في شهر رجب،
وتصرف بنفس التصرفات في شهر رجب. هذه مستحبات. شوفوا الكلمات حقيقة، كلمات شكل ثاني، لا تشبه الروايات الأدعية الأخرى، تشبه ولكن كيفيتها أرقى، مضمونها أقوى. كلمات اقرؤها في شهر رجب مرة واحدة ولو الإنسان يقرأها، ويشوف شوفوا الحديث هذا، نفس الحديث. أنا أقرأ مقطع من هذا الحديث إشارة حتى يتبين شنو أريد أقول، ليش الإنسان في هذه الأشهر الفضيلة لازم يغير طريقته، لازم يغير كلماته، لازم تتغير مفاهيم الدعاء، تتغير، لازم تصير بها عمق، لازم تصير فيها قوة، حتى الإنسان لا يتحول العياذ بالله إلى مقتل الله تبارك وتعالى. شوف العبارة، هاي العبارة قبل، هاي العبارة علي بن داود في هذا إقبال الأعمال: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، في الوقف آخذ بلحيته ومجامع ثوبه وهو يقول بإصبعه اليمنى منكس الرأس. شوفوا أسلوب، هذا أسلوب، شنو يقول؟ يقول: هذه رمتي بما جنيت. رمة إلهي، بسبب الجناية عظامي بالية، أنا عصيان، كاهلنا، ثقيل، ثقيل بمعصية الله. هو الاعتراف: إلهي هذا الكاهل مسبب عظامي صايرة بالية إلهي بما جنيت. شوف التعبير إيش قد قوي، يأخذ بشيبته الإمام أبو عبد الله عليه السلام. هذا جدا مهم، هذا يستجلب رحمة الله، الله راح يشوفك بكثب، راح يلطف عليك لطف هذا التصرف، هذا النوع من الذلة أمام الله. نحن أحوج ما نكون إلى هذه الذلة بالخصوص في هذا، لأنه ما نقدر نستوعب استيعاب رحمة الله، وما يصير هاي التصرفات راح تخليك تشتمل شيء من الرحمة الإلهية. هذا التصرف، لاحظوا هذا العمل عجيب، يأثر عند الله تبارك وتعالى، عجيب، يحرك، يحفز رحمة رب العالمين. الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء في وداع علي الأكبر مسك بلحيته، قبض بلحيته. شوف ليش يريد يستجلب رحمة الله، قبض بلحيته، هاي حركة في شهر رجب، إذا مسكت بلحيتك أعرف شنو جاي يسوي. عن طاووس اليماني قال: مررت بالحجر في رجب وإذا أنا بشخص راكع وساجد، فتأملته فإذا هو علي بن الحسين عليه السلام، فجعلت أراقبه حتى فرغ من صلاتي، ورفع باطن كفيه إلى السماء وجعل يقول: سيدي سيدي، هذه يداي قد مددتها إليك بالذنوب مملوءة، الإيد مليئة بالذنوب، وعيناي إليك بالرجاء ممدودة، وحق لمن دعاك بالندم تذللا أن تجيبه بالكرم تفضلا. حق عليك هذا، من دعاك بالندم تذللا أن تجيبه بالكرم تفضلا. سيدي، أمن أهل الشقاء خلقتني فأطيل بكائي. ما ندري إحنا الله شنو خالقنا، أم من أهل السعادة خلقتني فأبشر رجائي. سيدي، ألضرب المقامع خلقت أعضائي. ما ندري إحنا شنو قدرنا، لهم مقامع من حديد، في الحديث أكو: لو ضرب على جبل لارتد رمادا، العياذ بالله. الملائكة هذه آية قرآنية، لهم مقامع. أم لشرب الحميم خلقت أمعائي. سيدي،
لو أن عبدا استطاع الهرب من مولاه لكنت أول الهاربين منك، لكني أعلم أعلم أني لا أفوتك. سيدي هاي أدعية شهر رجب، ها لو أن عبد، شوفوا هاي مفاهيم راقية، هذا التطوير مفهوم. سيدي لو أن شوف التعبير، شوف التعبير، لو أن عذابي يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه. عذابي شي في ذاك الله إذا تعذبني؟ شوف مفهوم هذا، خو عذابي لأن أنا أستحق العذاب، الإنسان خو يستحق العذاب. شوف هذا التطوير يودي الحديث مكان ثاني. لو خو عذابي أنا مستحق العذاب، أنا ظالم، بالنتيجة أنت معادل، العادل يقتضي أن تعذبني. شوف يحرف الإنسان، يحرف شنو، كأنه يقول خدعت كريما فانخدع، كأنه يوديه في مجال ثاني. إلهي عذابي شي يفيدك؟ لو الصدق كان يفيدك، يفيد ملكك، كنت أسألك الصبر عليه، غير أني أعلم. شوفوا هذا أعلمه، ذاك هذا هم أعلمه، أعلم أني لا يزيد في ملكك طاعة المطيعين ولا ينقص منه معصية العاصي. المعصية ما تنقص ملكك، فليش تعذبني؟ شوف التعبير شلون، هذا تطوير مفهوم حقيقة، هذا مفهوم مطور. هذا عذابي أنا أستحق، أنا أعترف أن عذابي أستحق فيه، بس إلهي شو يفيدك عذابي؟ إذا تعذبني شنو يزيد بملكك؟ ولو أنا أستاهل بس ما أجيب طاري، أعرض رحمة رب العالمين، أستحصل رحمة رب العالمين بهذا الكيفية من الخطاب. لاحظ، لكني سيدي وما أنا وما خطري، أنا شنو، شنو خطري، شنو قيمتي؟ هب لي خطاياي بفضلك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. حتى توبيخ لا توبخ، شوف مو عذاب تو، احنا يوم القيامة نفهم هاي المفاهيم، حتى توبيخ الله ما نستحمله، ما نستحمله، حتى عتاب رب العالمين، حتى الله يقول ليش آخر، أنا هل قد نعمة انطيتك، ليش أنت سخرت نعمتي في معصيتي، ليش هتكت حرماتي، ليش ما خليت لي حرمة في الدنيا إلا هتكتها. هو هذا ليش، حتى إذا يكون بلا عذاب، هو هذا يدمر حقيقة الإنسان ذاك الوقت، يفتهم عقلي يستوعب. واعف عن توبيخي بكرم وجهك، هذا كلام، كرم وجهك هذا أقدس عبارة، وجه الله، ولو الله ما إلى وجه، هذا مو تشبيه بالجسم، لا هذا كناية، مثل يد الله فوق أيديهم، اليد كناية عن القدرة، الوجه كناية عن الكرم. إلهي بكرم وجهك، هذا أقوى حلف، بكرم وجهك بس لا توبخني حد. إلهي وسيدي، بعدين شوفوا هاي العبارات، ارحمني، هذه مال شهر رجب، ها مطروحا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي. راح يجي والله العظيم بسرعة، هم يجي، هذا دورنا، يجي بسرعة، هم يجي يوم يرونها كأنهم لم يلبثوا فيها إلا ساعة، إلا عشية أو ضحاها، آيات متعددة. ارحمني، هذا قدرنا، عن قريب راح يحوشنا. ارحمني مطروحا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وارحمني ممدودا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي، وارحمني محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وارحمني في ذلك البيت المظلم وحشتي وغربتي ووحدتي، فما للعبد أن يرحمه إلا مولاه. من يرحم العبد؟ وين نروح هناك ذاك الوقت، وين نروح غير أنت إلهي؟ يقول ثم سجد، ثم سجد الإمام وقال أعوذ بك من نار حرها لا يطفأ وجديدها لا يبلى. وعطشانها لا يروى. يقول بعدا وقلب خده الأيمن، شال الجبهة خلى خده الأيمن، وقال اللهم
لا تقلب وجهي في النار بعد تعفيري وسجودي لك بغير من مني عليك. أنا وجهي خليته عفرته لك بدون من. لا يا هذا الوجه لا تقلبه في النار، بل لك الحمد والمن عليه. يقول ثم قلب خده الأيسر، خل خده الأيسر، قال ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف. أساء واقترف يعني اقترف ذنوب، واستكان استكان يعني قاعد عرينك، هل قد معصية الله بعدين أخيرا شنو وين حصلنا إحنا شنو حصلنا. واستكان صار فقير صار مستكين يعني ما عنده لا حول له ولا قوة. واستكان لما استكان ذيك الفورة وذاك ذيك الشهوة راحت منه صار مسكين. واستكان واعترف صرت أعترف هسه اللي بعد فقدت كل شيء ارحم إلهي. ثم عاد إلى السجود قال إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرب. قال طاووس فلما كان في العام المقبل في شهر رجب بالكوفة فمررت بمسجد فرأيته عليه السلام يصلي فيه ويدعو بهذا الدعاء وفعل كما فعل في الحجر. تارت يشيل الإنسان يخلي رأسه على التربة ويشيل يخلي وجهه الأيمن الجانب الأيسر. شوفوا كلمات وسلوك أساليب هذه كلش مهمة. إذا واحد يريد يستوعب هذه الفيضانات الإلهية يحتاج إلى تجديد، إلى تطوير مهارات، يحتاج إلى كلام احترافي، يحتاج إلى أسلوب طريقة يطورها، وإلا إحنا نتعرض معرضون حقيقة لبلاء هاي النعمة. معرضون إحنا على مشارف العياذ بالله قسوة القلب إذا الإنسان ما يهتم اهتمام جديد العياذ بالله يتعرض لشيخوخة. إحنا دا نصير دا تصيبنا الكهولة بسبب هاي الرحمة الفياضة وعدم قدرة الاستيعاب. إحنا جاي نتعرض لشيخوخة متقدمة سابقة لأوانها. الروح دا يصير شيخ يعني شنو جاي يفقد طاقته، نظارة الروح طراوة الروح. في هذه الأشهر إحنا في معرض خسرانها بشدة بشدة حقيقة. إحنا في معرض كارثة معنوية هائلة. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أوليائه الطاهرين الذين جعلهم هم العمدة هم الطريق إليه، الذين جعلهم الوسيلة إليه ولا وسيلة دونهم حقيقة، الذي هو الذي صرح أنهم هم الوسيلة. أنبه على هذا الجانب، إياك إياك أن تكون غافلا عن طريق أهل البيت. الدعاء فقط وفقط عن طريقهم. الله يمقت إذا تروح بشكل مباشر عليه، يمقت هذه الحالة. إياك إياك عن طريقهم بسببهم بأسلوبهم، هم الذين يربون على هذه الطرق. إلهي بحق هؤلاء الأطهار الأئمة النجباء الأخيار الذين جعلتهم الوسيلة إليك، لا تحرمنا فيضك هذه البركات الكبرى، هذه الاحتفالات الكبرى عندك، لا تجعلنا خائبين محرومين من هذه الفيضانات التي جعلتها في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأشهر الثلاثة الفضيلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.